استقبل قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية المهنئين بعيد القيامة المجيد في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث توافد الأقباط من جميع الإبراشيات لتهنئة قداسة البابا بالعيد. وشهدت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية حضور العديد من الوزراء والشخصيات العامة وكبار رجال الدولة للمشاركة في الاحتفال بعيد القيامة المجيد، حيث ترأس قداسة البابا تودروس الثاني قداس العيد. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يحفظكم دايما كده ويحفظ بلادنا مصر ويخليها دايما كده واحد سلام في وسط الصراعات اللي بنسمع عنها وبنقرأ عنها، ويخليها دايما بلد الأمن والأمان. احتفال عيد القيامة ككل الأعياد على المستوى التهنئة واللقاءات المحبة، زي ما احنا شايفين أعداد كبيرة من أبناء الكنيسة ومن كل المهنئين من كل أطياف المجتمع المصري متواجدين لتقديم التهنئة. الأجواء مليئة بالمشاعر الطيبة، وتبادل التهاني بيترجم حالة مصرية لها خصوصيتها. أدينا هو جايين ناخد بركة من البابا ونسلم على البابا ونفرح كلنا إن شاء الله. أنا جاي من دبي عايد مع أهلي، بس بعيد معاهم وجيت أخد بركة البابا. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد القيامة المجيد، وبنقول لسيدنا البابا تودروس كل سنة وانت طيب وعام سعيد عليك وعلى مصر كلها، ونقول لسيادة الرئيس شكرا وكل سنة وانت طيب. بنقول لكل الشعب المصري والقداسة البابا وسيادة الرئيس كل سنة واحنا طيبين جميعا بمناسبة عيد القيامة المجيد، ربنا يعيده علينا جميعا بالخير والبركة والسلام، ودايما متحبين وعايشين في محبة وسلام.